رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظة كركوك كشف عن خطورة الوضع الأمني في المحافظة وتحديدا في محيطها الجنوبي بعد تعرض قرية سطيحة التابعة لناحية الرشاد والتي تعرضت لهجوم من قبل عناصر داعش وأسفر عن مقتل وإصابة 15 عنصرا من قوات الشرطة الاتحادية ضمن قطاعات الفرقة الخامسة الماسكة للمنطقة. احنا ارسلنا كتاب رسمي الى السيد رئيس الوزراء من قبل شهرين بالضبط في شهر السابع وقلنا كل نقاط الضعف واقترحنا كل الحلول، وبالحق السيد رئيس الوزراء وزعوا على القيادات الأمنية لكن لم نرى هناك تحرك واضح. رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية والنائب عن محافظة كركوك أرشد الصالحي أكد أن هناك أكثر من 1700 كيلومتر جنوبي المحافظة لم يتم تأمينها. ماكو هسع ضربات من التحالف الدولي، أيضا التحالف الدولي وقيادة القوة الجوية العراقية يجب أن تسير طائرات مسيرة وأن تزود الشرطة الاتحادية والقطاعات الموجودة بكاميرات حرارية بأسلحة أكثر قوة، هذه المنطقة واسعة. قياديون من أبناء المنطقة طالبوا الحكومة بإرسال تعزيزات عسكرية فضلا عن تفعيل دور الحشد العشائري وإعادة هيكلته. هنالك أكثر من 1000 مقاتل من مقاتلي الحشد العشائري، هذه المنطقة يجب أن يكون لهذه القوات دور كبير فيها لمساعدة القوات الأمنية في الجهد الأمني والاستخباري، إلا أن هذه القوات لا تقوم بواجبها. مكونات المدينة الثلاث اتفقت على ضرورة تشكيل قوة أمنية خاصة بكركوك على أن تكون متساوية التمثيل بين قوميات ومكونات المحافظة، مهمتها الانتشار في مناطق الفراغ الأمنية، الأمر الذي يراه محللون سياسيون بأنه إيجابي. أهالي مناطق جنوبي المحافظة طالبوا الحكومة باستبدال قطاعات الشرطة الاتحادية بقوات من الجيش العراقي فضلا عن فتح باب التطوع لأبناء المنطقة للانخراط في الأجهزة الأمنية وهيكلة الحشد العشائري وإعادة تنظيمه. عمر الهلالي، الحرة، كركوك.